الله، عامل الدوشه دي ليه؟ ما عرفناش ايام طول الليل منك يا ست حنين. طب اعمل ايه؟ قولي لي انت اعمل ايه؟ الفار كل شويه يطلع من هنا يروح ناطط كده، هروح انا ناطط وراه، اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ فار في بيتي؟ حتى لو في فار في بيتي برضو تكلمني وانا احل المشكله. يا ست هانم، طول الليل فايت فرشيته وعمل الفرحه بجرته، لو كنت فالح كنت فلحت مع الفار. المركز السويدي لمكافحة وإبادة الحشرات والقوارض. المركز السويدي، متابعة تليفونية مباشرة مع العميل فور أول زيارة. المركز السويدي، فريق فني مدرب على أحدث النظم الحديثة لإبادة الحشرات. المركز السويدي، كافة المبيدات حاصلة على شهادة الأيزو العالمية بترخيص من وزارة الصحة المصرية. المركز السويدي على استعداد لتنفيذ عقود الصيانة الشهرية للشركات والبنوك والمصانع والفنادق. المركز السويدي، فترة ضمان لمدة 3 سنوات يتم خلالها متابعة العميل كل 3 شهور بالزيارة. المركز السويدي، جميع مبيداته آمنة على صحة الكبار والصغار وغير ضارة بالبيئة. المركز السويدي، لخدمة العملاء يرجى الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة. كما أننا متميزون في تأمين عملية الإبادة والمكافحة من خارج حدود الموقع بأحدث الطرق العلمية والعالمية. المركز السويدي، خدمة 24 ساعة في القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية. كان عامل الفرح الجيد، لكن دلوقتي خلاص مع السويدية الألمانية هيرجع تاني لفرشيته.